فقدنا بمزيد الحزن في هذا الأسبوع شيخين جليلين من مشايخ الجامعة الإسلامية، جامعة السيد محمد بن علي السنوسي التي أسسها الملك رحمه الله في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. فقدنا الشيخ سالم محمد مرشان أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة المرقب، درس دراسته في المعاهد الدينية ثم تخرج من البيضاء وحضر رسالة الماجستير في العقيدة في السبعينيات من القرن الماضي، ثم تحصل على الدكتوراه من جامعة طرابلس، وكان أول من أجيز بشهادة دكتوراه من جامعة طرابلس في أواخر الثمانينيات، وله العديد من المؤلفات في العقيدة والسيرة النبوية، وله اشتراك في وضع المناهج المراحل الإعدادية والثانوية منذ سنين طويلة. والشيخ فاتح محمد زقلام هذا رفيقنا، رفيق الدراسة من المعهد، معهد أحمد باشا الديني، ثم بعد ذلك في المعهد يعني في المرحلة الابتدائية والثانوية، ثم بعد ذلك في البيضاء، ثم بعد ذلك أيضا ترافقنا في الدراسات العليا في مصر في السبعينيات من القرن الماضي، وكنا في كل هذه الفترات يعني عن قرب دائما نتدارس ونتشاور، وكان أخا وصديقا، وكان الرجل عالما في تخصصه، كان مبرزا يعني في علم أصول الفقه من القلائل المتميزين فيه، فهو أستاذ الدراسات العليا في جامعة طرابلس في علم أصول الفقه، وكذلك في علوم اللغة، وفي جمعية الدعوة الإسلامية. وكان الرجل يعني بالإضافة إلى ما عنده من علم وفهم وتدقيق في العلوم وتحقيق، كان أيضا صاحب سمت حسن ومنهج قويم، من يعاشره ومن يرافقه، كما أنه يستفيد من توجيهاته ومن علومه وما يقدمه في دروسه، من يقترب منه يستفيد منه في سمته وفي خلقه وفي منهجه. كان منهجه كما تقول الحكمة المعروفة: الصمت حكم وقليل فاعله. وكذلك ما كان يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يمكن أن تجلس مع الشيخ فاتح رحمه الله حتى يوما كاملا أو ساعات طويلة، فإذا لم يكن هناك شيء مهم يستدعي الكلام ويستفاد منه لا يمل من الصمت ولا يقلق منه، لا يكلمك أبدا. هذه صفة وخلق حميد كريم قل وأن يوجد، وخصوصا لما يكون مصحوبا بالعلم الغزير والفهم والتدقيق. والشيخ له مؤلف عظيم في علم أصول الفقه استفاد منه الطلاب واعتنى به ونقحه وطبعه، وكذلك له بعض الرسائل تحقيق في بعض الموضوعات والرسائل الخاصة، في
فكتابته كلها مدققة محققة، ليس فيها شيء من الإنشاء ولا من الكلام الذي لا يستفاد منه ويمكن أن تحذفه وتستغني عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل الفقيدين، أن يعلي درجتهما في عليين، ويخلفنا في عاقبهما ويخلفهما في عاقبهما في الآخرين، وأن يرحمنا ويرحمهما أجمعين، وأن يعظم أجر أسرتيهما ويعظم أجرنا معهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.